حياتي كفنانة بتخليني دايما اهتم بصحة شعري. انا كتير بحب السباحة، بس مية البسين بتوقع الشعر، ولما اكون برا الشمس بتنشف شعري، والسشوار كمان بضر الشعر. طب كيف في اعمل الستايل اللي بدي اياه؟ نقدم كريم الشعر دابر املا الجديد. الان كل اجيال تغذية الشعر من دابر املا في كريم جديد للشعر، غني بالبروتين فيغذي الشعر من البذور حتى الاطراف ويخليه قوي ولامع مع تصفيف جميل. وهلا صار في اعمل الستايل اللي بيعجبني، وبكل مرة بغذي شعري. كريم دابر أملا الجديد، اعمل ستايل وغذي شعرك مع كريم دابر أملا. ماما شوف علا. علا غالي فين؟ ماما شوفي شعرك يطيح. يا ريت شعري زي علا. فكرة. السر سر جمال شعري زيت دابر أملا. الوردة من غير عناية وتغذية تدبل وتنشف، شعرك كمان محتاج عناية. دابر أملا يغذي شعرك من الجذور ويقويه من الداخل ليصبح طويلا قويا وجميلا. ماما ممكن توقيعك؟ زيت